الإشاعة التانية، الله، خروجك وعلاقتك بسما المصري قبل ما هي تتسجن. ايه؟ انت مش قلت انك عرضت عليها الجواز؟ طيب. جواز؟ او الارتباط. تمام. ها رد. اما انا قلتلك للأسف الموضوع ده للأسف بيضايقني جدا جدا جدا. الإشاعة؟ رد على الإشاعة. اما انا بقولك للأسف الموضوع ده بيحطمني، لانه واحدة من حاجاتي اللي امنياتي اللي ما اتحققتش. اللي هي ايه؟ ان انا كنت عايز ارتبط بسما الحقيقه. كسرت قلبك يعني؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، محطم من ساعتها. امال ايه؟ دي مش اشاعه، ده يدخل في اطار يعني في بند الاشاعات وفي بند الهكس. ده يدخل في بند الهكس اللي هو الكلام اللا معقول. طب مين اللي بيطلع الاشاعه دي عليك تحديدا؟ الاشاعه دي واشمعنى سما المصري؟ اولا عشان انا انتقدتها كتير وقت ما كتير قوي انتقدوها. ماشي، بس انا بقول لك يمكن انا يعني لكن ما حدش جوزها لحد غيرك انت، هي لزقت فيك انت. عشان يمكن انا بس حرق شويه في نقدي. رقم اتنين، عشان هي طلعت مره عشان تدار النقد فقالت لك تامر امين بقى هو اللي اداني الدعوه بتاعه مهرجان السينما ساعه لما انا قلت ازاي تدوها دعوه مهرجان السينما وحاجات من دي. لكن وده ما كانش حصل؟ سؤال. لا يا بابا، ما حصلش. بتتبلى للدرجات دي؟ مش عايز اقول بتبلى، ومش عايز يعني اذكر حد مش موجود معانا، بس بقول لك كل الكلام اللي قيل في هذا الموضوع يدخل في اطار الهكس اللي هو اللا معقول. كل اللي جبنا سيرتهم مش موجودين معانا، اشمعنى سما يعني؟ ما هو انا مش عايز بقول لك عشان ارد صح لازم اقول كلام مش كويس، فمش عايز اقول كلام مش كويس. كل الناس ليها احترام عندي، بس انا بقول لك انت بتساليني الموضوع ده صح ولا غلط، فبقول لك الموضوع ده لا صح ولا غلط، ده هكس. هكس بالجمبري يعني، اللي هو حاجه لسه ما اتعملتش يعني. الإشاعة الثالثة.